البيت عملكم تتركوني ليش عم تطالعوني خلص لو انا اخذنا استني كيف دخلتوا لهون مين انتو ومين اللي سمح لكم تفوتوا على البيت بهالطريقه يلا قالوا لي مين استدعاكم لهون يلا جاوبي انا اللي استدعيتهم أليشا مجرمة والمجرمين بيستحقوا يفوتوا على السجن مو يضلوا أحرار شو يلي عم تحكي كيشوري هي بتكون أختك إيه نحن كلياتنا منعرف إنه أليشا اتهمت عمو فيجرانت اتهام زور اللي هاي ما أنا جريمة كيشوري أحسن لك تنتبه لكلامك أنت حققت العدالة وقت حبست دورجا مو هيك وهلأ أنا عم حقق العدالة إنه خلي بنتك تنحبس ما في شي غلط هي بتستاهل تنحبس أصلاً هي إجت من الحبس كانت طفلة بوقتها وما كان عندها أي حدا يعلمها الصح من الغلط بس هلأ كلياتنا جنبها يمكن أليشيا مشيت بالطريق الغلط بس هذا الشي ما بيعني أبداً يا كيشوري إنه نرجع بنتي أليشيا على الحبس هاي مشكلة عائلية ونحن منحلها انتو فيكم تروحوا لو سمحتوا اطلعوا لبرا لا ما رح يروحوا بكفي كيشوري ولا اي كلمة فيكم تروحوا فورا شي حلو بنتك أليشيا ارتكبت جريمة وانت هلأ عم تتغاضى عنها اما دورجا الواقفة على طول مع جودان انت خليتها تنحبس من وقت اللي تزوجنا فيه وهي بتقضي معظم وقتها وعم تعتني بهي العيلة ومكرسة كل حياتها للعيلة بس انت شو عملت لها؟ رحت وببساطة حبستها شو انت ما بتعرف انه دورجا حامل بابني؟ نحن انتظرنا كتير هاي اللحظة يلا قلي شو بدك؟ انت بدك انه ابني ينولد بقلب السجن؟ اما بنتك تعيش هون حياة مرفهة مو هيك؟ كيشوري أنا بفهم منيح اللي عم تمر فيه أنت بس ما في أي فائدة بإنك تدخل أليشيا بكل هاي القصص وما في أي داعي لهذا الشيء طبعاً في داعي هي عمرها 18 سنة وشي أكيد أني رح خليها تنحبس وكل حدا رح يتعاقب العقاب يلي بيستحقه كلياتنا منعرف أنه هي ورطت زلمة بريء وهي بحد ذاتها جريمة أنا ضحية هاي الجريمة وأنا يلي بقرر كيف بدي أتصرف بهالقصة لهيك أخذت قرار بأنه ما بدي أقدم أي شكوى يا ريت تفهم كتير منيح لساتها أليشيا طفلة وهي تصرفت هيك بس بسبب عصبيتها وعملت هيك كرمال امها هي ما بتعرف الصح من الغلط بس انت بتعرف فليش عم تتصرف بولدني تريك هالشغلات وانسى الموضوع رغم كل يلي أليشيا عملته معك وعم تعطيها فرصه تانيه مو بس أليشيا وانت بتستحق كمان اي حدا بيستحق ياخذ فرصه تانيه بالحياه لانه الحياه ما انا مجرد لعبه ليك الحياه صراع مستمر ومليان مصاعب وتنازلات لهيك أنا ما بدي أليشيا تنفضح قدام كل العالم وأكيد ما بدي دمر مستقبلها بسبب هاي القصة البسيطة ما بدي يصير هيك وكمان أنا متأكد كتير إنه أليشيا فهمت غلطها هاد وبعتقد إنه الواحد بس يعرف غلطه فهاد أكبر اعتراف بالذنب اللي ارتكبه بحق الناس أنا هلأ فهمت كل شي وبعرف قديش كلياتكم ناس أذكياء انتو سجنتوا مرتي دورجا بحجة العدالة على أساس إنها غلطانة بس تذكروا بدي تتذكروا شغلة واحدة إنه لو شو ما عمل الإنسان بهي الحياة بده يدفع تمن كل أغلاطه بالنهاية عم تفهموا وكلياتكن كلياتكن رح تدفعوا تمن أغلاطكن غالي كيشوري لا جدا
نحن هلأ لازم نتركه لحاله شوي، خليه يفكر. أنا محظوظ كتير لأنه عندي صديق مثلك. شكراً صديقي الغالي، ما في داعي لهذا الحكي، نحن عائلة واحدة. يمكن أنا ماني شاطرة بالطبخ مثلك إيجي، بس حبيت أطبخ لك شي. ليك شو عملت لك؟ فطاير من النوع اللي أنت بتحبه والمفضل عندك. يلا دوقة كرمال تقلي شو رأيك فيها كمان. تفضل. أنت متوتر مو هيك؟ طيب رح أقول لك شي من تجربتي بهي القصة، كل ما بتكون متوتر لازم إنك تاكل فطاير، بتحسن لك مزاجك كتير. خود كل. ماني قدران لو سمحتي، شكراً. ماشي. طيب بدي منك تقلي شو قررت؟ بقصد كيف رح تعاقب أليشا؟ أنت كيف عرفتي إنه هذا اللي شاغل بالي هلأ؟ أنا بعرف كل شي، كمان بعرف منيح لدرجة إني بقرا يلي ببالك، وأنا بعرف كمان إنه أنت مستحيل تكون ظالم مع أي حدا بالعالم، وخصوصي حدا من عيلتك أو من الناس المقربين إلك. تعرف شو إيجي؟ الأولاد يلي بيكونوا قليلين فهم ما بيفكروا صح وبيعملوا مشاكل كمان. أنا معك وبعرف منيح إنه أليشا ارتكبت غلط، بس بتعرف إيجي؟ أنا ما بعتقد إنه أليشا ارتكبت هالغلط الكبير اللي بتستحق تنحبس كرماله. قعدتها بالحبس لسنين طويلة خلت بنتنا تحقد على كل العالم وتتصرف بهالشكل، وأي حدا بيقعد بالحبس لفترة طويلة إيجي أكيد رح يصير بالأخير يحس إنه هذا العالم كله عدو له، وهذا يلي صاير مع أليشا. بس يا إيجي ما لازم إنه نعاقبها هيك عقاب قاسي. لا جدان، أنا ما عم فكر إني أحبسها، بس شو بدي أعمل؟ صدقيني أنا ماني فهمان شي بالمرة، شو بدي أعمل؟ الحب يا إيجي، الحب لحاله ممكن يساعد أليشا لتتغير، وهي بحاجة حب نهاد، هي بحاجة حب من عيلتها، وهي الطريقة الوحيدة يلي رح ترجع السعادة لحياتها. شوف، نحن الاثنين لازم نوجه أليشا للطريق الصحيح، لازم نغير أسلوبها. أنا بعرف هلأ إنك مشوش كتير وأكيد عم تفكر إنه ما لازم نخلي أليشا تنفض من العقاب، بس أنت أكشاد جندال وما بتقبل إنه ما يكون في عدل.